صناعة آلة العود السوري المعتمد على المواد الأولية المتمثلة بوجود أخشاب أشجار الجوز الشامي نجاحا مميزا، ما أوجد شهرة للعود السوري وتميزا وقبولا خارجيا، بل هناك طلبات متزايدة على العود الذي يصنع في عشرات الحرف في عموم المناطق السورية، ورش تتنافس في إنتاج الأفضل وبدقة متناهية. خشب الجوز في الغوطة له مواصفات فيزيائية تناسب صناعة الآلات الوترية، وهي أحد أسباب شهرة العود السوري، ونحن بنسميه بلغتنا هيك بنسميه خشب حنون. أكيد العود السوري وصل لمرحلة لا يمكن حدا أنه يتجاوزه، لا من حيث الأبعاد ولا من حيث الشكل ولا من حيث الزخرفة قابل للتطوير، فوصل الحقيقة لستاندر عالمي. هذا السبب لانتقاء العود السوري وتم وضعه على قائمة التراث. الإبداع في هذه الحرفة أوجد شكلاً مميزاً لافتاً للعود التقليدي من خلال إدخال الصدف والموزاييك، مواد أعطت شكلاً جميلاً للعود، وبذلك زادت جمالية عزف العود وشكله. عود حفر ومنزل صدف، ومنزل أنا فيه كذا مرحلة بالقصة، يعني منزل فيه الفاطمي الأيوبي الخيط العربي والمشجر. هذا عود أول مرة بصير بالعالم، عود سماكي 4 ميل إنه ينحفر بحياة عمره ما صار. نحن هون عم نساوي الشغلات يلي ما بتصير. نحن الحرفيين السوريين من محبتنا للعود فحبينا إنه نضيف عليه رونق جميل. طبعاً مشغول كان بالموزايك والصدف كذا، فنحن أضفنا عليه الحفر اليدوي، أعطاه جمالية وما أثر على صوته وعلى مشغله. قبل أكثر من عام وتكريماً لآلة العود، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو العود السوري على قائمة التراث الثقافي غير المادي، نظراً لما يتميز به من صوت فريد ودقة لمنحنياته المصنوعة يدوياً. قبل أكثر من 100 عام رسخ السوريون العود بشكله الحالي الاعتيادي من حيث الشكل والأبعاد من خلال عائلات توارثتها عبر الأجيال، صناعة وصلت إلى كل أصقاع العالم. دمشق، خليل هملو، القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر.